النسخة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية انطلقت امبارح وهتستمر لغاية يوم 28 مايو. النسخة دي بيشارك فيها 43 فرقة من دول كتيرة زي تونس واسبانيا والمكسيك والهند واندونيسيا وباكستان والأردن. خلينا نشوف. وسط إقبال جماهير كبير أقيم حفل الافتتاح للدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول واللي احتضنه مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين الأيوبي بمشاركة 43 فرقة للفنون الشعبية، وبتقام فعالياته في الفترة من 21 ل 28 مايو الحالي تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام. طبعاً أنا بيلفت نظري دايماً في كل المهرجانات اللي بتقام من هذه الفرقة إنها بتضم كل الفئات العمرية وكل يعني اللي ممكن نشوفهم في أي مكان من سيدات ورجال وشباب وأعمار مختلفة، وأنا اللي بيهمني هنا الحياة الشباب، يعني لأنه دايما كان يقال لك إن الشباب بيستقطبوا في يعني نوع من الفنون شوية قد يكون ملوش علاقة قوي بالتراث أو غيره، لكن أنا بشوف العكس الحقيقة. كل مرة باجي فيها هذا المهرجان بلاقي إنه أهم ما يميزه هو وجود الشباب، فده معناه إن الشباب لازال بيفضل الفن الجيد والفن العميق والفن اللي له رسالة والفن اللي بيقول حاجة في الآخر. بنقول إن المهرجان بتشارك فيه 43 دولة منهم دول أسيوية وأفريقية وأوروبية، والمهرجان السنة دي كمان بضيف الشرف المهرجان هو تونس، كمان بيكرم المهرجان مجموعة من الفنانين بالإضافة لتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي الإنساني. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية السنة الثالثة مشارك في مهرجان الطبول للفنون التراثية بأربع فرق: فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومي. دي للسنة الثالثة، والحمد لله إن ما ينفعش مهرجان زي ده ما يكونش فيه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية مشارك. هو شارك من المرة السابعة، يعني الدورة السابعة، فطبعا ده تحت قيادة الدكتور انتصار عبد الفتاح والبيت الفني للفنون الشعبية برئاسة الدكتور عادل عبده ودعم معالي وزيرة الثقافة ان تدعم كل المهرجانات الموجودة في مصر، في مصر كلها، وده قوة مصر الناعمة اللي يشوفها العالم ويشوف قوة جمال مصر وفنون مصر الشعبية كلها. وفي حفل الافتتاح تم تكريم عدد من الفنانين اللي لعبوا دور بارز في الحفاظ على تراث بلدهم الموسيقي من مختلف الدول المشاركة بالمهرجان. أنا سعيد جدا بوجودي هنا في المكان ده، هوت في قلعة صلاح الدين، المكان المنارة الإسلامية التراثية الموجودة هنا هوت، مع المحفل الجميل ده هوت واللوكيشن الممتاز ده. احنا الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بصراحة مقدمة دعم كبير جدا الفرق الفنية في مصر، والاستاذ خالد جلال رئيس الاداره المركزيه ما سابش حاجه خالص الا ما هو بصراحه مقدمها وواقف بدعمها. النهارده في الافتتاح مشاركين برقصه الاقصر بلدنا، رقصه طبعا كلنا عارفينها وبتقدم فن دعم جامد جدا يعني. وبعد كده في عندنا مقدم بعد كده في النوبه، في موشحات لحظه الرنا، موشحات احنا مقدمينها الحمد لله رب العالمين. النهارده ده تاني سنه ليا اشارك في المهرجان مع نفس الفريق، في فريق طبل الست. لا المهرجان حاجه جميله جدا، وحضرت مهرجانات بره مصر، لا هنا حاجه قيمه جدا وحاجه جميله، وبنشكر كل من ساهم في المهرجان دوت وعلى قائمين بتاعه. النهارده مشاركين في اغنيه البت بيضه للرئيس متقال الله يرحمه في الكلور التراث الصعيدي، البت بيضة وجريد النخل العالي وسلم علي، تراث بنغني تراث. ما شاء الله تحضيرات حلوة، كل شيء جاهز، حاجة مشرفة إن شاء الله. مصر بلاد عظيمة في استضافتها لأي حفل ومهرجان، معروف هذا من زمان يعني. نحن فريق في اليمن بشكل عام مشهورين بالزي الصنعاني الأكثر شيء، وبالرقص الصنعاني أكثر شيء اللي مشتهر في اليمن كامل، والرقص البدوي. فرقتنا تحتوي يعني نحن عبارة عن 12 عضو، منهم الراقصين، منهم العازفين، منهم الايقاعيين، ومعنا التراث اليمني كمان.
الرقص اللحدي، الرقص الحضرمي، الرقص التهامي وإيقاعات أخرى كمان. وبيشهد المهرجان مشاركة كبيرة من الثقافات والتراث الموسيقي، بيتقدمها فرق من تونس وفلسطين والسودان والأردن واليمن، بالإضافة لعدد من الفرق المصرية اللي بتقدم التراث الشعبي المتنوع في محافظات مختلفة. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.